عليكم ليكيب، رانا طريق رايحين لتيغني في جمعة مبروكة إن شاء الله. البارح كما شفتوا كنا لاهين شوية مع الانتخابات، كملناها اليوم الجمعة قلعنا. اليوم معنا غزال حبيبنا تكنيسيان تاعنا، اقول لهم كلمه ابن عمي، اقول لهم كلمه. انا عيانين اسمع، رانا رايحين سيلونسيو اليوم تيغني، بربي يجيب الخير، لا ان شاء الله نربحوا، وباذن الله ان شاء الله ان تكون فيه نتيجه مليحه، نتيجه اللي تفرح ليكيب ونربحوا ونوصلوا ل 32. احمد قلنا كلمه اخويا. السلام عليكم، كما قال لك عثمان صح رانا تعبانين، ولكن رانا قرعوا في الزرقاء، تعاود طلع لنا شويه المورال، تعاود تنشطنا، وان شاء الله دوك شويه مع طريق ننشطوا. رانا كي العاده قابضين طريق تيغني في ملعب حسين الكحل، وين ربحنا زوج خطرات هذه المره، نزيدوا ثلاثه ان شاء الله. هادشينا اليوم الفيتامين سي غزال خويا، كما قال لك جامي 203 دو فوا نربح التروازيام. هالهضره اذا ربح زوج سنتي التعب تاعنا يروح. ان شاء الله يروح العيا، يروح العيا يا خويا. هذه بديناها كيما هاك دوك، رايحين ان شاء الله كاع الرحله تشوفوا فيها كل شيء، تشوفوا فيها كيفاش حبسنا، كيفاش مشينا، كيما دخلنا الاستاد، الاهداف، التصريحات، كيما عودتكم الخليه نتاع اذاعه تيارت تاع الاعلام اللي تتبع هذا العام شبيبه تيارت وين ما تروح نكونوا معاها. ابقوا معنا ان شاء الله، نتبعوا الحباش في كل مكان ان شاء الله. هاي السلام عليكم. الحباش سهولة هذي ولدت بلادي علي علي، معروفين بالهدى الألمانية، احنا ولاد بلادي برجولية، عدنا الحباش سهولة هذي ولدت بلادي علي علي. رانا في تيغني، وصلنا الحمد لله. سفريه كانت مليحه مع الفريق تاعنا كما جات العاده، دائما ليكيب تاع الاذاعه. رانا في تيغني، بغينا تكون يكون الفطور تاعنا في الدخله هنا في عند الشجر، عند الدخله يعني تاع تيغني كما راكم تشوفوا الحاله. راه بحال احمد بن عوده راه يوجد في الفطور، راه وين مريح
ورانا في الدخله المدخل ليدي المعسكر واللي دخل مدينه تيغني. في هذه المدينه المعروفه بالناس الطيبين نبعث لهم تحيه لكل حال. السلام عليكم. كما قال لكم محمد رانا في تيغني في استراحه تاع مسافر ومتنقل حباشي مع جسامتي كالعاده. رانا في تيغني في مدينه الزيتون والمدينه اللي تستضيفنا في كل مره، ومشكورين سكان تيغنيف لانهم استقبلوا الانصار تاع الفريق تاعنا في كل مره. ان شاء الله الانصار تاعنا يكونوا رياضيين ويحافظوا على المدينه كما حافظوا على المدينه تاعهم، ان شاء الله نلعبوا مقابله ونرجعوا فرحانين ان شاء الله. صحتكم فيها دجاج اليوم وفيها فرماج وفيها بيبليسيتي ونجاوز حتى البرتقال البانان البرتقال. اليوم رانا اليوم بيلعبوا مع باريكو نورمالمون هما تشينيه. احنا كل حال لعبنا مع سيق عاصمه الزيتون كما نقولوا، احنا عصرناهم شويه، ان شاء الله اليوم نعصروا تشينا دي برتقال مدينه البرتقال ناس باريكو نحيوهم وان شاء الله اليوم نعطوهم برتقاله من عندنا تشيزي كما قال حميد عاشوري تشيزي. هذه هي ليكيب وهذه الاجواء. Thank you.
حنا في تيارت ما تكاليفيناش، خسرنا بلي بيناتي. الحمد لله يعني شفنا مقابلة جميلة بين شبيبة تيارت وسريع المحمدية. هذه هي كأس الجمهورية مرحلة وتفوت. حنا الحين إن شاء الله نديكم ملخص تاع كيفاش جرات المقابلة. اللاعبين فاني لازم نحيوهم، الجماعة اللي تحضر في ليتيفو أنصار باش يوقفوا وقفة مليحة مع ليكيب. وما تنساوش بلي أنا كسبنا مجموعة فريق ثاني للشبيبة، خاصة اليوم لعبنا بالاحتياطيين وقدروا يديروا مقابلة في القمة مع فريق المحمدية اللي كان بكامل التعداد تاعو، وإن شاء الله نكملوا المشوار إلى آخر جولة باش ندوا البطولة إن شاء الله. إن شاء الله. محمد قول لهم كلمة. أنا عندي رسالة للجمهور، كونوا رياضيين، عطوا صورة للجمهور التيارتي اللي متربي ومتأدب ويشجع الفريق وإما ربح وإما خسر. وعندي تحية كبيرة 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 للفريق تاع اليوم، يعطيكم الصحة وانتم الجمهور يعطيكم الصحة، ونتلاقاو نهار ثلاثة إن شاء الله. عدوني باللي الغنية إن شاء الله ماردين سجلوا غنية شباب. يا إن شاء الله. إن شاء الله. بالمناسبة نشكر كل اللاعبين اللي دخلوا اليوم وشمخوا التريكو تاعهم ولعبوا حتى النفس الأخير في لي بيناتي، بدوا كملوا خدموا. شفنا عناصر مليحة، الفريق تاعنا الطاقم المسير ناس تيغني فاني على الضيافة وناس باريكو فاني لي سيبورتر في الأخير تاع المقابلة جاو صفقوا وفرحوا معنا. هذه هي الرياضة، وفي الأخير نتوما لي سيبورتر اللي رحتوا بقوة يعطيكم الصحة. كانت هذه زيارة تاعنا تيغني كيفاش كانت، درناها لكم بهذه الطريقة. قارعونا إن شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش في الأخير أبونيو في الباج تاعنا تاع إذاعة تيارت وفي لاشين تاع محمد عثمان وراديو تيارت. خلاص، سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.